نشرت فيفي عبده الصورة ديت يوم السبت 18 يوليو 2020، وكتبت عليها: الصورة دي اتصورتها وانا زعلانة قوي لان عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا. على كل اسكوز مي، انجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر، لاف يو. من 17 ساعة فقط، ربنا يفوقها من الاكتئاب ويشفيها، وهنشوف فيديوهات كده من اللي حطاها على انستجرام على حسابها، حاجات طريفة جدا، وبعد كده نشوف سنها الحقيقي وأزواجها السبعة. لازم نتفائل خير، اشتات وعسلات وفلات من مصر ام الدنيا يا جماعه. يعني انا عايز اقول لكم ان دلوقتي كانت بتكلمني واحده صاحبتي، هي بتخاف قوي، بس انا يعني كلنا مسلمين على ربنا، مش عايزه اتكلم، بس بيقولوا كوريا الشماليه ما فيهاش المرض ده. فسالتها ليه ما فيهاش المرض ده، قالت لي الراجل رئيس البلد لما بيلاقوا حد عنده الكوليرا دي ولا اسمها ايه المكرونه دي بيضربوا بالنار يموتوا. انا كنت اخد بساط الريح بتاعي واركب واستريح واروح على كوريا الشماليه، دلوقتي غيرت رايي، بتقول لك بيضربوا بالنار، فالحل ايه عشان اروح له ده واخد بساط الريح بتاعي اللي انا اركب واستريح؟ بساط الريح اركب واستريح الى لقائي اصدقائي، اركبه واروح كوريا الشمالية. إلى اللقاء يا جماعة، أشوفكم إن شاء الله بعد المكرونة ولا الكورونا دي تروح. أيضا نشرت الصورة ديت وكاتبة عليها: لا اسكوزمي بقى، واحد ياكل تفاح يخرجنا من الجنة، وواحد ياكل خفاش يخرجنا من الدنيا، احنا عايشين نحاسب على المشاريب ولا ايه؟ عايز اقول لكم يا جماعه، ربنا يكفيك شر المرض ان شاء الله يا رب، واحنا بالنسبه لنا نتمنى الصحه لكل العالم من الكورونا دي ولا المكرونه اللي جات لنا دي. احنا عايزين ان شاء الله باذن الله يا رب نخلي بالنا من صحتنا. اولا لازم نغسل ايدينا كويس جدا دايما، ما نسلمش على حد ولا نبوس حد، اللي على طول القناع تحط الكمامه على الوش والجوانتي، اهو انا لابساه زي ما انتم شايفين، وادي اهو عشان مسافرة معايا حاجتي همشي بيها اهي زي ما انتم شايفين. بس اللي انا زعلانة منه ان دي ب 55 جنيه، طب انا هقدر اشتريها، طب غيري هيقدر يشتريها؟ راقصة شرقية وممثلة مصرية اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، ولدت يوم 26 أبريل عام 53 في محافظة المنوفية لأسرة فقيرة. كان والدها يعمل شرطيا برتبة سول في إدارة مرور القاهرة، حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي. هي الراقصة المعروفة فيفي عبده. تزوجت الفنانة فيفي عبده 7 مرات، أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الأول كمال مجاهد رجل الأعمال السعودي. ديت عزة بنتها الكبرى من زوجها الأول السعودي. نصور اليوم مع بعض. ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل محمد الدراوي، ولديها حفيدة تدعى شهد. هنا مع الدراوي. كما نشرت فيفي عبده صورة لها وهي ترتدي البنطلون المقطع قبل انتشار هذه الموضة بكثير. دي صورتها بالبنطلون المقطع وهي في شبابها قبل الموضة دي ما تنتشر. سباقة دايما، أنا لابسة البنطلونات المقطعة من قبل ما تبقى موضة. على حسابها واخدة 27,000 لايك. ويقال أن تحية كاريوكا وجدت طفلة رضيعة أمام شقتها التي كانت تقيم بها في الدقي، وملأت هذه الطفلة حياتها وأطلقت عليها اسم عطية طلة. وبعد أن اشتد المرض على كاريوكا، طلبت من صديقتها الفنانة فيفي عبده وهي على فراش الموت
أن تتبنى عطية بعد وفاتها. وبعد وفاة كاريوكا انتقلت عطية طلة أو طاطا للإقامة مع فيفي عبده التي ترفض الحديث عنها، مبررة ذلك بأنها ترغب في إبعادها عن الأضواء لتعيش حياة طبيعية. وأضافت الكاتبة الصحفية ماجدة خير الله على حسابها على الفيسبوك: الراحلة تحية كاريوكا تركت الطفل الرضيع عطية طلة أمانة لدى فيفي عبده وأوصتها عليها خيرا. واحترمت فيفي الأمانة وقامت بتربية عطية طلة وكأنها ابنتها الثالثة، وألحقتها بأفضل المدارس. وإذا سألت فيفي عبده عن أخبار الطفلة اليتيمة التي تركتها كاريوكا لديها، تتوتر وتقول: اخفض صوتك، البنت ما تعرفش حاجة غير إنها بنتي. ولم تتاجر فيفي عبده يوما بهذه الحكاية، طول عمرها أصيلة وصاحبة واجب. وفي ليلة ساحرة ضمت عشرات النجوم واتسمت بالبهجة والفرحة، تم زفاف هنادي على رجل الأعمال شادي العزايزة في فندق فيرمونت هيليوبوليس. وكان حفل الزفاف بمثابة مهرجان فني، قاعة الاحتفال تم تنظيمها بشكل رائع، حيث امتلأت القاعة بالورود البيضاء، وتم تصميم ديكورات مبهرة في جنبات القاعة. إياد بنتها الصغيرة، فرحة العروسان مع محمد الدراوي وإيهاب توفيق. هنا خمسة في عين الحاسدين من منة وفيفي. للنجمة فيفي عبده ابنتان، هما عزة مجاهد والتي تعمل بعالم الفن، حيث لها عدة تجارب منها كيد النساء والقاصرات، ودائما ما يعرفها الجمهور بسبب الشبه الكبير في ملامحها مع والدتها الفنانة الكبيرة فيفي عبده. ديت عزة مجاهد، يشبهوا بعض. أما الابنة الثانية فهي هنادي الدراوي، ابنة رجل الأعمال محمد الدراوي، وهي متزوجة حاليا من رجل الأعمال شادي العزيز. هي هنادي بنتها الثانية. وإليكم صور الحفيدة الكبرى للنجمة فيفي عبد، وهي شهد ابنة الفنانة عزة مجاهد ورجل الأعمال الفنان محمود الدسوقي، وهي طالبة بالثانوية العامة بإحدى المدارس الأجنبية. ديت فيفي عبد مع حفيدتها شهد، إيه رأيكم تشبه لها؟ دي صور متفرقة لشهد حفيدة فيفي عبده. من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وفاة زوج ابنتها الفنانة عزة مجاهد، وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. ده محمود الدسوقي زوج عزة مجاهد، حماته فيفي عبده توفي مؤخرا الله يرحمه. وكتبت فيفي عبده معلقة: توفي إلى رحمة الله اليوم رجل الأعمال محمود الدسوقي زوج ابنتي عزة مجاهد، نسألكم الدعاء له. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ويصبرنا على فراقه، أمين يا رب العالمين. أيضا تعرضت شهد حفيدة النجمة فيفي عبده للإغماء في قاعة عزاء السيدات حزنا على والدها الفنان محمود الدسوقي الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة. وتلقت زوجته عزة مجاهد وأسرته وحماته فيفي عبده العزاء في بمسجد الحميدية الشاذلية في منطقة المهندسين، واصطحبتها صديقاتها وعدد من أهل والدها للهواء خارج المسجد، وأسعفوها بسيارة لإحدى مستشفيات المهندسين. أيضا من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عن نجاتها من حادث سيارة من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت فيفي في الفيديو وهي متشحة باللون الأسود حدادا على وفاة زوج ابنتها عزة، ومرتدية نظارة شمس سوداء.
هنا هي بتعلن عن نجاتها من الحادث، والناس بيباركوا لها، حمد لله على سلامتكم انتي وعزة على انستجرام. وكشفت فيفي عبده عن انه لولا اضاءة هاتفها التي كانت تسجل به فيديو لجمهورها كان الحادث سيودي بحياتها هي وابنتها، لافتة الى ان سيارة النقل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي كانت سوف تصدم بسيارتها، ولكن عندما رأى إضاءة داخل السيارة انحرف عن طريقها. الحمد لله على السلامة. من ناحية أخرى، نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الفيسبوك، معلقة على الهجوم عليها بعد سفرها مع بعثة الفنانين لروسيا. وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: أرجوكم يا جماعة، كفاية هجوم على الفنانين، عيب كده، انتوا هتفضلوا تصلخوا فينا ليه؟ وتساءلت باستعجاب: هو في فرح ما بيجيش فيه فنانين؟ أنا عايز أفهم، هل الفنانين دول مش بشر؟ دول محترمين جدا. وبالمناسبة، اللي مش عاجبه حد ما يتفرجش عليه، هو نفسي فيه ودفوع عليه، يعني عايز اتفرج وبعد كده اشتم؟ وعلى فكرة، بعد ما تشتم انا هاخد الحسنة وانت هتاخد السيئة. انا عايزك تفضل تشتم من دلوقتي لمليون سنة. ربنا اختار لنا هذه المهنة ومحدش بيختار مصيره، وبعدين ما خوفي كان اعظم. احنا بنشوف ما بنتكلمش، ارحمونا بقى من الكذب والنفاق. ولماذا تتمنى موتي؟ لو ربنا عايزني دلوقتي هياخدني. وبعدين انا اتعزمت في حتت كتيرة، اتعزمت في البيت الابيض وما روحتش، وشفنا رؤساء كتير، وانا قلت قبل كده انا غلبانة زيكم، عملت نفسي بنفسي، لا ماما ولا بابا ولا تيتا ولا نينا. شوف لك مصحف واقرا فيه وسيبني انا لجهنم، انت مالك ومالي؟ ربنا يكتب لي أي حاجة هو عاوزها، أنا راضية. أنا قبل ما أنام بقول لربنا: ما تاخدش روحي إلا وأنت راضي عني. إيه رأيك بقى؟ ولعلمك أنا أعرف ربنا أحسن من ناس كتير جدا. أنا متأكدة 1000000% إن ربنا هيرحمني، والدليل إنه بينجيني من حاجات كتير جدا. أنا بعد ما سبت الشغل بقالي 5 سنين ماليش شغلة غير الأيباد، وبحب أطلع لكم فرحانة. وكانت الفنانة فيفي عبده واجهت هجوما شديدا عقب حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مستنكرة الهجمة التي يتعرض لها الفنانون عقب زيارتهم لروسيا لمعازرة المنتخب المصري. ووجهت الراقصة رسالة لإدارة موقع اليوتيوب بسبب سحب قناتها عبر الموقع، رغم تقديمها المستندات التي تثبت ملكيتها للقناة. وعن الهجوم عليها بعد حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت: ربنا بيدي الواحد على قد نيته، أنا رقصت لعظماء الناس، والرقص والفن دي حاجة محترمة.